الو صلاح، انا كنت متاكده انك هتتكلم. انا عايز اشوفك دلوقتي. لا مش عندك في البيت، في اي مكان تاني. دلوقتي ايه ده؟ انا ما طلبتش ده. البيلي هناك طالبه لحضرتك. لا لا لا، شيله شيله ورجعه. احنا ناقصين. سوري يا فندم، الهاني مرافق مش مشهور. يظهر اليوم مش يومك النهارده. احب اتعرف على حضرتك. وانا ما احبش. ممكن ترجع مكانك؟ طب مش ممكن نبقى اصحاب؟ مش ممكن يبقى عندك ذوق وتمشي من هنا عشان جوزي زمانه جاي ومش هيحصل كويس. جوزك يا مامي؟ اولا انت مش متجوزه صح؟ مفيش دبله في ايدك الشمال. ثانيا اللي انت مستنياه ده بان عليه ما بيحبكيش، لان اللي بيحب الله ما الله بيسيبش حبيبه ملطوع كده بقاله نص ساعه. انت جننت بقى؟ اوعى امشي غور من قدام. هنقل ادبنا. انت حيوان. الله، في ايه؟ اترم نفسك. انت مين؟ انت مين؟ انت انت مين؟ ما انت هكسر الرقبه. ما انتش قدك. فضلك ما حصلش حاجة، وكمان متجوز الكلب. صلاح من فضلك، أنا هوريك، أنا هأدبك. أربع أيام حتى سبعة مرة تجيبك من اسمك يا كلب. ما حصلش حاجة سعادة البيه. أبوس رجلك. سامح المرة دي. ما أشوفكش هنا تاني. حاضر يا سعادة البيه. فضلك. يلا. أنا فرحانة قوي إنك أنت جيت، وسعيدة أكتر إنك دفعت. ندى، أنا جاي أقول لك تبعد عن دماغي، واللي انت بتعمليه ده انا مش هسكت عليه ابدا. يعني انا عملت ايه بس؟ حاولت اطلبك 100 مره ما ردتش عليا. لازم اشوفك. انا مش عايز اشوفك. ابعد عني، ابعد عن حياتي بقى. خلاص خلاص، هبعد عنك وعن حياتك خالص. لا صدقيني، والله العظيم والله العظيم لا يمكن انسى الايام الجميله اللي عشناها سوا. طب قول لي ان انا وحشتك. ندى انا بتكلم بجد، افهميني بقى. انت ليه عايزه تاذيني؟ الله، اذيك؟ انا اذيك؟ انت ممكن تقول اي حاجه تطلع صح الا دي. صلاح احنا لازم نتجوز. نتجوز ده ايه بس؟ انا مستعده اكون نمره اتنين، نمره تلاته، اذا كان مراتك رايها كده. احنا هنخرب بقى. تخريف؟ ايه اللي بيحصل لنا ده يا ربي؟ احنا اتحسدنا ولا ايه؟ يا ست مفيش أي حاجة بينا تستدعي ده كله، أنت ليه مش عايزة تصدقي إن أنا بحب مراتي وسعيد معاها في حياتي؟ الله! صلاح أنا حامل. هنهرج؟ ممكن أهرج في أي حاجة إلا الموضوع ده بالذات. آدي التقرير الطبي أهو، ومستعدة أروح معاك أي معمل عشان تتأكد من نفسك. والحل؟ عشان كده كنت عايزه اتقابل معاك ونتفاهم فيه. مفيش تفاهم، انا مش عايز مشاكل. ولا انا. خلاص يبقى نزليه. ضميرك يقبل ده؟ انت ما تنفعيش تبقي ام، لكن انت تنفع تبقى. اسمع ما اقولك بقى، الحمل ده اذا كان موجود فعلا لازم تتخلصي منه او تخرجيني انا بقى بره الموضوع خالص. هتتخلى عن ابني؟ ايوه، هتنيل على عيني واتخلى عنه، مش عايزه. لكن انا عايزاه ومش هتخلى عنه. انت مجنونه؟ اللي كان بينا يومين اجازه وراحوا لحالهم. كانوا يومين اجازه وراحوا لحالهم؟ اسمع بقى، انا مستعده اتنازل عن اي حق من حقوقي. حق واحد من حقوق ابني مش هتنازل عنه، فاهم؟